تمام. يعني ماذا يشكل العراق بالنسبه لهذا هذا يعني هذا الملف اللي تحدث به حضرتك؟ العراق شوف، ايران في الحسابات السياسيه تريد تعود الى الملف النووي 5+1. هذا في حتى في كان يعني من ضمن المرشح بزجكان قال هذه القضيه يجب ان تعاد الى ان تكون نهايات. عمليه السياسه المرنه اللي تقوم بها يعني الجمهوريه الاسلاميه، يراد ان يكون العراق وسيطا في هذه القضيه، خصوصا ان العراق لديه من اوراق الضغط الكثير، ويمكن ان تكون هنالك بصمه في هذه القضيه بانه العراق يمكن ان يعيد هذه المياه الجامده الى ان تكون هنالك مخرج. يعني ممكن يلعب وسيط بين من؟ بين طهران وبين الولايات المتحده. تمام. ما هي مصالح العراق في ان يكون وسيط؟ العراق ضمن هذا الجو، يعني نتحدث عن مصالح دول الان، ما نتحدث عن علاقه شخصيه، يعني نتحدث عن مصالح دوله. يعني الرئيس الايراني لما يزور العراق على راس اولوياته، صحيح اكو روابط تاريخيه وروابط دينيه وروابط شعبيه وتم متعدد الروابط وروابط جغرافيه بين العراق وتواريخيه وكذا، لكن الان بزشكيان هو رئيس ايران، وبالتالي عمله ومصالح ايران، فاختار العراق لاجل مصلحه معينه. نعم صحيح. صح. زين، ما هي مصلحه العراق في ان يكون وسيط؟ العراق احنا يمكن اتفقنا انا وحضرتك بانه العراق عاد كلاعب مهم في رسم، وعاد كلاعب جيوسياسي في المنطقه. ايران لا تريد ان تصل لحافه الصدام، خلنا نسميها، مع الولايات المتحده الامريكيه. حافه الهاويه حافه ان يكون هنالك صدام معلن او غير معلن. لذلك هي ترى في العراق افضل دوله وافضل يعني طريقه لان تكون هنالك حسابات سياسيه ان يكون العراق وسيط في هذه القضيه.